كانت هذه نشرة الأخبار بالعربي البسيط التماثل نعم أما الآن مستمعينا هذا في قضية اليوم الحوار الذي أجريناه مع عبد الله بصير رئيس لجنة الحدود والمصالحة والسلام بولاية القصر الذي يحدثنا فيه عن العودة السريعة للفارين في سنة المسلمات الأخيرة أرجمي متابعة طيبة دراما هذه تكون عن مخلاف كذا هذا ريس على انفسك الناس المدينين طبيعة اخرى ريس